ستيتو جروب. الستيتو 3 فيز وايندنج محطوطه في السلوتس بتاع السطح الداخلي للستيتو. يعني الوايندنج بتاعتي عباره عن 3 فيز وايندنج، ثلاثه وايندنج متماثلين محطوطين في سلوتس السطح الداخلي للستيتو زي بالظبط الستيتو بتاع السنكرونس ماشين. بيبقى طالع ست اطراف على المكنه، اللوحه الجانبيه من المكنه لان ده ثابت ما بيتحركش. الست اطراف دول اطراف الوايندنج A A داش و B B داش و C C داش، توصلهم انت ستار او توصلهم دلتا زي ما انت عايز. ده بالنسبه للستيتو. الجزء الثاني اللي هو الروتور قلنا نوعين، نوع سميناه سكوير كيج روتور، وده الاغلب في انواع الاندكشن موتور. الروتور بتاعه سكوير كيج بيبقى عباره عن اسطوانه، الاسطوانه دي فيها سلوتس مجاري، في المجاري دي بحط بارز بان من الالومنيوم او من النحاس، وبعدين بلحم البارز دي بحلقه من الحيادي اسمها اند رينج، واند رينج ثانيه من الحيادي، يعني كانها بارز معمول عليها شوك سيرك من الحيادي. فبيبقى المنظر زي اللي باين فوق ده، بس ده طبعا مفكوك، لكن لما تحطه جوه السلوتس جوه الكور فبيبقى زي اللي في الرسم الجانبي هنا او اللي في الرسم. ده النوع الاول. النوع الثاني بسميه ده واوند روتور عند سكوير كيج او براشلس. ده بيسموه ساعات سكوير كيج او اسم الشايع، لكن ساعات يقولوا عليه براشلس يعني من غير فرش. الموتور ما فيهوش فرش على الروتور، الروتور حديده كده جواها البارز دي وخلاص وبتلف وانتهينا. ملهاش اكسس ما تقدرش تخش لها ولا تطلع منها. النوع الثاني بسميه واوند روتور اندكشن موتور، او بسميه سليب رينج، لان واوند روتور عباره عن روتور ملفوف زيه زي الستيتو بالظبط، ثلاثه فيز وايند. بس هنا ما بيديكش اختيار توصله ستار او دلتا، لا هو متوصل ستار وطالع لك بالثلاث اطراف بتوع الستار، ما بيطلعش بالدلتا، بيطلع بس بثلاث اطراف الستار. وبالتالي النوع ده من الموتور لو بصيت على الروزيتا اللي جنب المكنه هتلاقي فيها تسع مصابيح. سته بتوع الستيتو A و A داش، B B داش، C C داش، وانت بتوصلها زي ما انت عايز دلتا او ستار. وتلاتة بتوع الروت لان هو متوصل بريد ستار وطالع لك بالثلاث اطراف. الثلاث اطراف دول لان الروت بيلف ما اقدرش اطلعهم معنا مصابين ثابته، فبيطلعهم معنا ثلاث حلقات نحاس، عشان كده بنسميهم سليب رينج، ثلاث حلقات نحاس. باين هنا في الرسم في الجنب اهو الثلاث حلقات دول، الواين الملفوف وطالع واصل على الثلاث حلقات اللي في الجنب. بعد كده انت تعمل يا شورت سيركت على الحلقات دي يا توصل مقاومات. احنا عاده بنحط مقاومه عشان اقدر زي ما هنشوف بعد كده اتحكم في سرعه الموتور واتحكم في الستارتنج والحاجات دي كلها. فالنوع ده ليه اكسس للموتور، تقدر تدخل الموتور، تقدر تقيس البرامج بتاعته لو عايز، تقدر تعمل اي حاجه تضيف له مقاومه تقلل تزود مقاومته او تعمل عليه شورت سيركت. لكن ما ينفعش تسيبه اوبن سيركت زي ما قلنا قبل دي اجزاء المكنه. طيب بتشتغل ازاي؟ فكرة العمل قلنا فكرة العمل بمنتهى البساطة إن أنت عندك 3 فيز وايندنج متوصلة ب 3 فيز سبلاي، والسبلاي ده الجزء بتاعنا دلوقتي بنفترض إن هو بالانس. بعد كده كمان محاضرتين ثلاثة هنتكلم على الأنبالانس سبلاي، لكن دلوقتي السبلاي بالانس يعني ثلاثة فولت قد بعض وكلهم 120 درجة، ده معنى بالانس 3 فيز متوصل على بالانس وايندنج، فهيمشي تيار بالانس كارنت. الكارنت 3 فيز كارنت بالانس لما يتوصل على 3 فيز وايندنج يولد لي على سطح المكنه حاجه بنسميها روتيتنج ماجنتيك مجال مغناطيسي كده، عدد من الاقطار بنفترض ان اربعه مثلا شمال جنوبي شمال جنوبي، دي وايندنج ليها ماجنتيود ثابت الفلكس ثابت الماجنتيود وبيلف على سطح المكنه. ده اللي سميناه روتيتنج ماجنتيك فيلد، اتكلمنا عنه مع السنكرونس ماشين وخدنا فكره عنه المحاضره اللي فاتت تاني. بس الروتيتنج ماجنتيك فيلد ده بيدور على سطح المكنه بسرعه بنسميها سنكرونس فيلد ان اس اللي هي 120 اف اس على حيث اف اس سبلاي فريكونسي وبي عدد الاقطار اللي عندك. ازاي بقى المكنه بتشتغل؟ ده الستيتر عليه 3 فيز وايندنج ووصل 3 فيز سبلاي اتكون على سطح موجه بتلف. تيجي تبص للروتور، الروتور أول نسوم بلوك تاني بس عشان يبان. فالروتور بتاعنا عبارة عن
بارز اهي محطوط نفس السطح ده على في السلوبس محطوط على الوتر. لو بصيت على الوتر وفرط الستيشنري ما بيدورش، فاللي بيحصل ان الفلكس ده بيلف كل واحد من البارز دي اعتبرها زي الكونداكتور. فالكونداكتور ده شايف ايه؟ شايف فلكس متغير، يبقى هيتولد فيه اي من اف اي بتساوي دي فاي باي دي ناقص دي فاي باي دي. الاشاره مش مهمه، بنتكلم عن الفولت. فبيتغير الفولت، بيتولد فولت بسميه انديوسد فولتج، من هنا جاي اسم المكنه اندكشن. الانديوسد فولتج ده نتيجه تغير الفلكس، لان ده ثابت الفلكس بيلف، يبقى شايف فلكس متغير، هيجيله الماكسيموم وصل زيرو، ماكسيموم نيجاتيف زيرو وهكذا. فهيتولد فولت، بما ان النقطه معمول عليه شورت سيركت فالفولت ده هيولد كارنت بيتناسب مع الفولت. الكارنت اللي ماشي في الكونداكتور مع فلكس، يبقى عندي كارنت وفلكس يتولد فورس، هيتولد على كل كونداكتور من دول فورس. الفورس ده لو ضغط في ديستانس ار يولد لي نوت يدور الروتر. ده فكره مبسطه. ممكن نبص لهم من ناحيه ثانيه زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت، ان 3 فيز وايرنج اللي في الروتر ماشي فيها هي كمان 3 فيز كارنت، فيتولد فيها هي كمان روتيتنج فلكس. بقى عندي اثنين روتيتنج فلكس بينهم زاويه، يتولد توك بيساوي حاصل ضرب الفلكس الاولاني الفلكس الثاني في ساين الزاويه بينهم، زي ما خدناها في الالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن اللي اتكلمنا عليها مع السنكرونس ماشين. فعايز تبص لها من الناحيه دي، من ناحيه تيار الفلكس يولد فولس، او تبص لها من اثنين فلكس بيلفوا بسرعه ثابته بينهم زاويه. الزاويه دي بسميها دلتا اللي هي التورك انجل، وهنتكلم عنها بالتفصيل هناخدها في شغل. عرفنا بعد كده حاجه ثانيه سميناها ان ام. ايه هي ان ام؟ دي سرعه الروتر نفسه، يبقى الروتر نفسه حته الحديد الروتر بيلف بسرعه ان ام. دي اللي انت لو جيت في المعمل كويس، افتكرت المعمل كنت هنسى اقول لكم وهحكيها لكم. لكن لو جيت في المعمل ووصلت عدات سرعه هيتوصلوا بالروتر فهيقرا ان ام، يبقى ان ام سرعه دوران الروتر. بمناسبة المعمل قبل ما انسى تاني، ان شاء الله احنا هنبدا المعمل الاسبوع ده يوم الخميس، يعني الناس بتوع يوم الخميس لان جاي خميس بعد كده اجازه عشان نعوضه مقدم. فالناس بتوع الاسبوع ده طلب اللي هم عندهم يوم الخميس هيحضر سيكشن الزوجي، هنبدا بالزوجي على اساس احنا الاسبوع الزوجي يبقى معاه سيكشن الزوجي. من ابتداء من الاسبوع الجاي الناس عندهم حد واربع وخميس، زي ما انا عرفت من المهندس اللي بتبني المعمل، حد واربع وخميس، فهنبدا بالحد الاسبوع الجاي، الحد سيكشن فردي، الاربع سيكشن فردي، الخميس سيكشن فردي، لان الزوج بتاع الخميس هيكون خد اوريدي الاسبوع، فهيبقى بتوع الخميس مسابقين اسبوع حصه عشان لما يجي اجازه، لان الاجازات دلوقتي بيعملوها ايام الخميس، فلما تيجي اجازه تتعوض، وفي اجازات كتير بس هي واحده على الاقل عوضناها ما نبقاش تاخرنا في الخميس. فهنبدا الاسبوع ده ان شاء الله بالتجربه اللي هتكلم عنها بعد كده دلوقتي، اللي هم الناس بتوع يوم الخميس السكشن الزوجي. وبعد كده من الاسبوع الجاي اللي هو الاسبوع الثالث نبدا بقى الاسبوع الفردي يبقى سكشن الفردي، الاسبوع الزوجي يبقى سكشن الزوجي في مواعيدهم نبقى ماشيين. معلش انا طلعت بره الموضوع بس عشان ما ننساش ان كنت ناسي فعلا. نرجع بقى للموضوع، يبقى احنا دلوقتي بقى عندنا حاجتين بيلفوا، موجة على سطح الستيتور بتلف وروتر هو نفسه بيلف. فالسرعة ان اس ناقص ان ام على ان اس دي سميناها السليب اس او معادلة الانصراف، سليب فاكتور او السليب، خلاص بنقول على السليب. يبقى السليب اللي هو معادلة الانصراف ده ان اس ناقص ان ام على ان اس. طب اس التراوح بين كام وكام؟ أكبر اس بواحد، امتى؟ لما الطول يبقى ما بيدورش، يبقى عند ام ام بيساوي صفر، اس هتساوي واحد، ده اللي بسميه بلوك روتر، أو بسميه ساعات لوك روتر، بلوك روتر أو لوك روتر، أو بقول الستارت، أو ساعات بنسميها ستاند ستيل.
كلها معمر مفيش هواء. دول عندهم اس بتساوي واحد ان اس على ان اس لان ان بتساوي صفر يبقى يطلع واحد. اقل اس لما ان ام توصل لان اس. طب هي عمرها توصل لان اس؟ قلنا لا، نظريا مش ممكن، لانها لو وصلت لان اس الفكره من البدايه هتبوظ، لان احنا قلنا الكوندكتور شايف فلكس متغير، لكن لو الكوندكتور بيلف نفس سرعه الفلكس يبقى مش هيشوف فلكس متغير، يبقى مفيش باي باي دي، يبقى مفيش اي، يبقى مفيش اي، يبقى مفيش توت، يبقى التوت مش هيدور، لكن هي سرعته بتقرب من ان اس. امتى؟ ات نو لود. دي بتبقى ات اس هتساوي صفر، ات نو لود، يعني لما يكون مش حر حلو، فالتوت صغير قوي، فانت عايز توت صغير يا دوب بتغلب على الاحتكاك، فبنقول السرعه تكاد تصل الى ان اس قد تقرب من الصفر. ده بالنسبه للاس. دكتور نعم. بتقرب من سرعه السنكروز بس، وبتتناسب على نفس السرعه اللي قربت منها ولا بتتذبذب طالع نازل عندها؟ لا حسب الحمل، لو انت مش حاطط حمل خالص لو نولد هتثبت. لو هتبتدي تحط حمل هتبتدي سرعتها تقل شويه زي ما هنشوف شكل كده دلوقتي. اتكلمنا كمان على الفريكوانسي، قلنا ان الفريكوانسي بتاع التيار اللي في اللوتو مش بتاع اللوتو، اللوتو نفسه ملوش فريكوانسي، اللوتو الحديد بتلف، امال الفريكوانسي بتاعت ايه؟ بتاعت التيار اللي جوه اللوتو سميناها اف ار، وصلنا انها بتساوي اس اف اس. يعني لو الموتور ممنوع من الدوران خالص هتبقى اف ار قد اف اس، لان اس بواحد ويبقى زيه زي الترانسفورمر ستيتور ولوتو، مفيش حاجه بتلف زي البرايمري والسكند بتاع سي فيتس ترانسفورمر. فالتيار هنا ليه نفس الفريكوانسي بتاعت التيار هنا؟ في الترانسفورمر مش مغير فريكوانسي، الفريكوانسي هي ايه؟ ده بالنسبه. طب لو اس قربت من الصفر، اف ار بتقرب هي كمان من الصفر، لكن اس ما بتوصلش لصفر، وبالتالي اف ار ما بتوصلش لصفر، لكن بتبقى صغيره. يعني عند التشغيل الطبيعي هلاقي ان اس بتتراوح بين صفر و10%، بنتكلم عن المحل دلوقتي. فاذا الفريكوانسي لو انا 50 هرتز يبقى الفريكوانسي عند 10% يبقى 5 هرتز، عند 5% يبقى 2.5 هرتز وهكذا. دي العلاقه بين اف ار واف اس. بعد كده اتكلمنا عن الكوفلنت سيتر. انا بعدي بسرعه لان الكلام ده خدناه المحاضره اللي فاتت، انا عايز بس اكمل عليه. فوصلنا للكوفلنت سيتر النهائيه بتاعتي بالشكل اللي انت شايفه. عباره عن انت عندك ستيتور ولوتو. الستيتور عباره عن الكوفلنت سيرفيت دي بين فيز، بس ان فيز واحد، وبالتالي كل القيم اللي عندي هنا بتبقى بين فيز. المشين لو ما حددلكش نوع هتبقى ستار، ويبقى الفولتج اسمها مجاز 3، لو حدد لك خلاص كتر خير. كويس؟ ما حددش الفولت بتاعنا ستار. الكوفلنت سيرفيت هي نفس الكوفلنت سيرفيت بتاع الترانسفورمر، عشان كده قلت لكم افتكروا الكوفلنت سيرفيت بتاع الترانسفورمر. باختلافين. الاختلاف الاول انت مفيش اوت، ما بتاخدش منه اوت بالفولت، عامل عليه شورت سيرفت، الروتور عليه شورت سيرفت، سواء سكوير كيج او وورد روتور، في كل الحالات الروتور شورت سيرفت، وبالتالي مفيش فولت، ما بتاخدش فيه 2، فيه 2 بصفر يعني. عندك هنا